تخيل معايا انه عندنا واحد التلميذ اللي كيراجع كل نهار، دونك عنده ساعه ضروري ما خصو يدوزها في النهار في المراجعه. وشنو كيراجع فيها؟ كيراجع فيها الدروس اللي كيكون يلاه قراهم مع البروف ديالو. دونك مستمر السيمانه الاولى، السيمانه الثانيه، السيمانه الثالثه، وغادا القضيه بحال هكا حتى قرب الامتحان. دونك ملي قرب الامتحان مشى خدم واحد شويه ديال التمارين باش يطبق داكشي اللي فهم في الدروس ديالو، وكان فاهم الدروس ديالو مزيان، نقدر نقولوا لدرجه انه حافظهم. فاش مشى للامتحان ودوز داك الامتحان، تفاجأ لقى بلي كاين واحد 4 ديال النقط اللي غير اسئله على الدرس، من مورا كاين واحد 80 صغيور اللي فيه غير واحد الاسئله تطبيقيه عليهم غير شي جوج نقاط. وفي الاخر ديال داك الامتحان لقى واحد المساله اللي عليها 14 نقطه والاسئله ديالها كاملين اول مره كيشوف، وبالتالي تصدم لقى راسو بانه يلاه جاوب على 6 ديال النقط و14 نقطه. كيتقاتل حتى كيعيا في الاخر، يلاه جاوب على شي جوج ولا ثلاثه ديال الاسئله واللي متاكد منهم بانهم صحاح. دونك هذا واحد الشخص اللي كيبريباري كل نهار، تيوجد فاهم الدرس ديالو مزيان، ولكن علاش في الاخر غادي يجيب 9 ولا غادي يجيب 10 في حين هو خصو يجيب على الاقل واحد 18؟ فين كاين المشكل وشنو هو الحل؟ قبل ما نهضروا على المشكل ديال هذا التلميذ والحل ديالو، بغيت غير نفكرك بلي انا بقات واحد الساعات قليله باش تستافد من العرض ديال لا فورماسيون التركيز والانتاجيه 2.0. الا كنتي مهتم كليك على واحد اللينك اللي كاين في الديسكريبشن، غادي يديك لواحد لاباج اللي فيها التفاصيل كامله ديال الدوره، تقدر من تما تدوز لا كوموند ديالك. اين فوا تدخل المعلومات غادي توصلك لا فورماسيون في الايميل، تقدر من دابا تفرج فيها من التليفون ديالك، بي سي ولا من الطابليت. اجي دابا نرجعوا للموضوع ديالنا. المشكل ديال هاد التلميذ هو انه حط التركيز ديالو في شي حوايج اللي ما عندهمش واحد الاهميه في الامتحان، مشى تكونسونطر على واحد الحاجات اللي يلاه كيمثلوا واحد 6 ديال النقاط من الامتحان. في حين الحل ديال هاد التلميذ هو انه خاصو يتكونسونطر ويركز على الحوايج اللي عليها نقاط كثيره في الامتحان. يعني هذيك المساله انك تكون فاهم واحد الدرس وحافظه ما عمرها ما كتعني بانك غتجي في الامتحان 20 على 20. انك تكون عارف غير شنو هما الاسئله اللي كتحطها في الامتحان وتكون ضابطهم مزيان وعندك اجابات صحاح، ممكن يخليك على انك تجيب حتى 16 على 20، واخا ما تكونش قاري الكور كامل وفاهمه وحافظه. وهذا الشيء علاش كنلقاو مجموعه ديال التلاميذ اللي كيبقاو ديما تيتشكاو، انا كنقرا كنبريباري كنستمر ولكن في الاخر ما كنجيبش مزيان. وهذاك التلميذ تيجي حتى للدقيقه 90 وتيبريباري وتيوجد وتيجيب 16 17، كيفاش كيدير ليها؟ ها انت دابا عرفتي السبب علاش، وهذا الشيء اللي كنسميوه بقانون باريتو. هذا القانون كيقول لنا باللي 80% ديال النتائج مسؤوله على غير 20% ديال الاسباب. التلميذ اللي كيعاني من المشكل شنو هو الخطا اللي دار؟ مشى ركز على 80% اللي كتعطينا غير 20% ديال النتائج، وكان نورمالمون خصو يركز على 20% اللي هي الامتحانات القدام. شوف الاسئله اللي تيتعاودوا، حاول ما امكن يتريني عليهم، حيت هادشي اللي غيعطيه 80% ديال النتيجه وديال النقطه اللي غادي يجيب. انا ما كنصحش انه الواحد ما يقراش كاع الدرس، ولكن كنصح الواحد انه يدير واحد المراجعه عكسيه، ما تبداش بالدروس هما الاولى فاش ما يبقاش لك الوقت. اما الا كان عندك الوقت غير بدا بالدروس وفهمهم، ما بقاش عندك الوقت سير الامتحانات ديريكتومون، شوف شنو كيتحط في الامتحانات وبدا ديك الساعه تشوف الطريقه ديال الاجابه، بدا تريني. ما فهمتيش رجع لهذيك لابارتي في هذاك الدرس وفهمها مزيان وكمل عاوتاني الخدمه على الامتحانات. هكا غادي تكون ايفيكاس في واحد الوقت وجيز ديال المراجعه، يمكن لك لانك تجيب واحد النقط اللي عاليه. اما في حاله لك انت راجعتي الدروس ديالك وفهمهم مزيان وابليكيتي هادشي اللي قلت لك، فاكيد النقطه ديالك غادي تكون فايته 18. من غير هذا القانون ديال باريتو كاينين مجموعه ديال التقنيات اللي كنهضر عليهم في لا فورماسيون ديال التركيز والانتاجيه 2.0 اللي قريب بقاو غير واحد الساعات قلال وغادي تسالى العرض ديالها. الا كنتي باغي تستافد راه هو اللينك في لا ديسكريبسيون. تهلا ليا فراسك، نشوفو ان شاء الله فيديو جديده.